الروايات كلهم دوزنا. هي الفرقه ديالكم ولا جميع الفرق المسرحيه؟ لا شنو سميت الفرقه ديالكم اللي كان فيها معموره؟ معموره كان كيحب وكان طرف من حياته السياسيه الجزائر الحق لانه حتى هي داير لها بلاصتها ولهذا عطيها اهميه المسرح عطيها اهميه السبور عطيها اهميه كان فجوات هيك طاقات كيبانو ليه كيعبرهم هو كيعبرهم شارب ناعسة لا طلع لي الدم الغوط يهرب يمشي لشي قلت وقتها البرد ويجي مول الدار مقابلاني كتر لي مقابلة وليداتها الله يجزيها بخير حقيقة الله خير ما يمكنش يتمع نهائيا هذا هو المضمون في الجلابة الأخرى هي تلبس ليا بعض المرات دابا ما كان دابزنا على الصندلة تبغي تلبس لي صندلة نقول لها راه شي انا برجوة قلت لها انا عرفش هادشي انا بنت الشعب شعبية مع راسي نبغي كل شي يكون معقول وكل شي يكون مزيان وقت ضحك ضحك ووقت خدمة خدمة وقت معقول وكل شيء تمشى مزيان ديكا فهاد الوقيته لي الوضع ديالك البان في الاعلام وداكشي كان التفاته من وزاره الثقافه تكلموا معاك لا كنت انايا